صباح الخير فانيتا. يا صباح الورد والفل. بس الصوت أني ما واضح عندي. طب احنا سامعينك فاطمة، فرح نروح معك الجولة وخدي راحتك. نعم طبعا اليوم بس نحب ننوه شوية انه سبب تأخيرنا بهاي الجولة المميزة، الأكثر من مميزة، هي بسبب الازدحامات الخانقة. نعم. حقيقة، وأيضا ارتفاع درجات الحرارة، فما راح أقدر أنه أكون بالشارع أكثر. فراح أكتفي اليوم، أني اليوم أتواجد بمنطقة الميدان تحديدا بالمحال القريبة من خان المدلل. طبعا خان المدلل هو مو جديد على مشاهدين الكرام، إحنا كل فترة نحاول أنه نذكر مشاهدين الكرام بهذا التراث البغدادي العريق اللي موجود عندنا، نحاول انه نسلط الضوء كل مرة على جزء معين من تاريخ خان المدلل. طبعا هذا الخان اللي يقع في قلب العاصمة بغداد، القلب النابض للعاصمة، طبعا قرب سوق خرج تحديد. طبعا اليوم أنا أتواجد بأحد محال بيع الأنتيكات القديمة، لكن الأنتيكات مو اللي إحنا معتادين إنه نشوفها، التحف ما تحف وهاي التفاصيل، أكو شغلات هي جديدة، يعني أنا جديدة أشوفها، ولكن هي كلش قديمة. صاحب المحل يعني متأكدة إنه هو ما احتفظ بيها من فترة جدا طويلة، يعني وحاب إنه هو يجمعها داخل المحل مالته. فخليني وهج بانيتا أنه ننتقل للعم الجالس أمامنا. طبعا أنا حبيت فكرة شنو صحوا لها يا عمو؟ الصدارة البغدادية. نعم. العدسة ننقلها نعم للمصور حتى نشوف عمو اليوم شنو محضر لنا وشنو راح يسولف لنا. عمو ردك تسولف لي على تفاصيل المحل الموجودة، هاي السيوف شنو وضعها، هاي حتى هاي المسدسات القديمة، هذا الهاون الصغير، المكحلة هاي الموجودة، كل أنا حابة أعرف تفاصيل. تفضل. أولا احنا نشكر قناتكم والموقر على هذا اللقاء، وأريد أحب أقول لك أن الأنتيكة هي المواد القديمة التي صنعت قبل فترة ومات الصانع مالتها فسميت بالأنتيكة أي الفريدة. فتشوفين هاي الأنتيكات منها نحاسيات قديمة صنعت بالعراق أو صنعت في زمن الدولة الصفوية أو بلاد فارس مثل ما يقولون، يعني أو التركية العثمانية. فإحنا باعتبارنا بلد عانى من عدة غزوات وصرنا محط لالتقاء كل الأمم وكل القارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. فالعراق مركز تقاطع وعلى طريق الحرير. فتشوفين كل المواد بدأت تنتقل من مختلف أنحاء، حتى من الصين وصلنا هنا البورسلين، وصلنا والحرير الهندي والأخشاب الصاج الهندية والماليزية، وأيضا الراديوات، هاي اللمبات اللي كانت تجينا من أوروبا من ألمانيا ومن النمسا ومن بريطانيا. نعم. خلينا نقل العدسة للمصور، خلي يشوف المشاهدين الكرام على التفاصيل اللي ذكرتها. زين عمو، أنا عندي فضول أريد أعرف إنه هاي الأنتيكات الموجودة وهاي الأشياء الموجودة عندك شلون قدرت تجمعها؟ هاي عن طريق سنين. أولاً أنا هنا بهاي الحرفة ورثناها إحنا من بيت الأطرقشي، والأطرقشي كلمة عثمانية أطلقت على بائع الأنتيكات الأطرقشي، أي بائع الأنتيكات القديمة. فهذا ورثناه من أجدادنا ومن آبائنا، ولحد الآن هاي المصلحة، أنا بالمصلحة من 77 من كنت طالب كلية أتعامل بهذا المادة، كنت أطلع من الكلية وأبيع وأشتري ويا والدي، وأيضا فتحت أول محل إلي بال 77 واستمرت بهذا التجارة ولحد الآن. هاي القطع ما يبيعها إلا الإنسان اللي يكون مظنوك أو محتاج فلوس، أما لغرض علاج طبي أو لزوج بنت، لزوج ابنه أو بنته، أو اللي يريد يبني بيت أو عنده أي حاجة للمادة، فاضطر إنه يتخلى عن هاي القطعة اللي تعتبر من روحه ومن نفسه ومن تراثه ومن إرثه من أجداده، فيضطر إنه يتخلى عليه لقاء المبلغ لأنه محتاج الفلوس. وإحنا تجينا عن طريق هذا، يعني هذا عن هذا الطريق مو عن غيره، ماكو استيراد او شيء. كل قطع يعني كل عوائل بغدادية قديمة اضطرت انه تبيع هاي الامور من المزادات اللي موجودة. وهسه المرتادين علينا اين من عوائل البغدادية القديمة، لانه يجون يريدون يعوضون اللي يشيل باعوه، الاشياء اللي باعوها نتيجة الحروب العقيدة.
القيمة اللي مر فيها هذا البلد من حرب إيران وحرب الكويت، فهواية استنزفت مواردها الاقتصادية واضطروا يدخلون على هاي السلع فسألوا قام يشتروها. نعم نعم عمو أني أقاطعك بالخير، بس أنا أريدك تشوفني شوية يعني نجيبنا ياهن عادي ناخذهن. بالنسبة أنا عجبني هذا الهاون وعجبتني المكحلة. هاي الهاونات القديمة نعم هذا الهاون القديم هاي كان يدقون به الكحل، هذا خاص للكحل الأشياء القديمة جدا يعني الكحل والصغيرة والمكحل. أي وهاي المكاحل كانت الكحل هو شنو القسم من الفحم ويدقون ويا اللوز يطحنوه أو شو اسمه يسموه بذور السمسم ورا ما يحرقوها يطحنوها يسوون كحل يخلوه بهاي المكحلة. يعني يدقوها هنا يحمصوها ورا ما تتحمص يطحنوها تصير تراب ويخلوها هنا. هذا الكحل فائدته مو بس للزينة وإنما الجراثيم اللي تصير على الأهداب، هاي الجراثيم اللي تصير على الأهداب تموت يعني، ففائدة صحية وفائدة للزينة هاي. زين بس واحد فانيتا إذا شفتوا المكحلة هذه الموجودة، طبعا هاي المكحلة ماكو بيت ماكو بيت عربي. نعم ماكو بيت عربي، مو فقط بغدادي اليوم يخلى من هاي. صحيح من الهند، مكاحل من إيران، مكاحل من تركيا، ثلاثة ووحدة كبيرة كانت تركية، ذني إيرانيات وأكو هنديات انواع المكاحل. زين خلينا نشوف بعد شغلات. كان عندنا واحده ببيت جدي الله يرحمه، انا تشلبت بهذا ال اكو مثل نوع من الفاس كان تشوف الجيار تشلبت بهذا الهاول انا. هذا فاس قديم، هذا شوف في هذا الصناعه مالته الاكو فاكو من ايران كان يجينا ويجينا من تركيا. هذا الشكر ما كان اكو طوز، كان يجينا كله قند، كله كبير، اي قند كبير، فكان يكسروه ويخلون قطع جوا اللسان ويشربون شاي يسموه دشلمه، فيخلوه جوا اللسان ويشربون بالاستكان. وهج اذا تلاحظين انه المصطلحات العام نعم دي يذكرها هي مصطلحات كلش قديمة، نفس الوقت انه احنا ما سامعيها صحيح. او سامعيها يعني من اهلنا قبل وهسه بدنا نستذكرها يعني. نعم. انا كلش حابه هذا اللقاء حقيقه يعني رغم ضيق الوقت، لكن انا كلش حابه اللقاء ويا العم وخصوصا ويا المعلومات المفيده جدا طبعاً. اللي بدنا نسمعها. نعم نعم فاطمه اكيد مثل قبل كان يسموه شارك، اكو هذا يشبه المشربه، لو تلاحظين هذا الشيء يشبه المشربه يدقوه، هذا قبل كان يسموه شارك مثل جد ملح تريدين تديرين أو طحين، فهذا يصيحوا له شارك، فعلى شكل مشربة قديمة أو كذا يشتغلوها بالإيد هذا يصيحوا له شارك. نعم. أكو شارك التركي يصير أقل من هذا، يستخدموه للطحين، يستخدموه للتمن، إيش كم مثل إحنا نقول ما شاركوا كيلو غرام ما عدوا من شيء هو هذا. نعم. يوزنون بس وها جفانيتا أنا إذا يعني أريد أسأل بعد إيش قد عندي وقت يعني عدنا تقريبا دقيقتين عدنا تقريبا بعد فاطمة هواية يعني بسيوف أو خناجر. نعم عدنا دقيقتين من الوقت إن شاء الله. للأسف الصوت أنا عندي ما واضح، لكن خلي طبعا نستثمر الوقت المتبقي وأتكلم أنا يعني بشكل مختصر على هذا المكان اللي أنا موجودة به، هذا المكان اللي يعني يحمل بين طياته هذا المحل شغلات كلش لطيفة. نعم فندق الهلال نعم غنت بيوم كوكب الشرق. نعم صحيح مكان لبيع الانتيكات. هذا المقهى اللي غنت بيوم كلثوم وورثته سليمة مراد غنت به وزهور حسين، وزهور حسين معلوماتي هم حلوة اشترته ورثته زهور حسين، وبعدها وبعد وفاته رجع للحكومة العراقية وزارة المالية. نعم. وتخصص إلى أمانة بغداد. نعم. هو هذا مقهى الهلال وفندق الهلال. نعم. هذا من أقدم. نعم فاطمة أقدم من خان المدلل اللي كان الحد سنة 91 كان خان يباع به التبغ الخاص بالنرجيلة والمزبن والحنطة والشعير والقطن. عمو شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. طبعا اليوم احنا كان بودنا انه ان تكون الجولة
أطول وأكثر، لكن اليوم إحنا نوهنا أو سلطنا الضوء للمشاهد الكريم على هذا التراث العريق اللي أبدا ما يموت، ويعني دي يعيد ثقافته يوم بعد يوم بإقبال الناس عليه. نعم شكرا جزيلا لك يا فاطمة، وشكرا لك على هذه التغطية اللي كانت فعلا رائعة واستمتعنا بها.